النادي الاهلي بقى، وانا اعلم انه بيمثل لك يعني جزء كبير جدا من حياتك ومن كيانك، يعني لما تبقى عضو مجلس اداره وعضو يعني قوي، وبعد كده لا توفق في الانتخابات، وبعد كده تبقى المفروض على راس القائمه وبعدين ما تدخلش الانتخابات، ومع ذلك الاقيك جوه النادي الاهلي، يعني هنا ده ترسيخ المقوله اللي الناس احيانا مش قادره تفهمها اللي هي الاهلي فوق الجميع. تشوبير انت مننا يعني، ما هو الاهلي فوق الجميع دي ما فيهاش يعني موضوع مش جدلي يعني، ما نتكلمش فيها احنا، دي حاجه هنعيش عليها ان شاء الله ونموت عليها ما فيهاش تفكير. بس فسرها لي بس عشان الناس تقول لك ساعتها ربطتها بالبلد وربطتها بالدنيا. ما لهاش اي علاقه خالص، نادي الاهلي فوق الجميع، فوق جميع محبيه واعضائه وابنائه، يعني مصلحه النادي الاهلي لابد ان تفضل عن مصلحة أي شخص جوه النادي الأهلي. نعم. إحنا النادي الأهلي هو هدفنا وهو بيتنا، وحضرتك بتقول انتخابات ومش انتخابات، وكنت المفروض مرشح وبعدين ما دخلتش خالص الانتخابات، ده ملوش أي علاقة. حضرتك تقدر تسيب البيت ما تروحش البيت؟ مستحيل. يعني تقدر ما تخدمش بيتك؟ تقدر ما تنتميش لبيتك؟ النادي الأهلي انتماء، وهو البيت الحقيقي، وهو الوطن الأول. يعني عمنا الوطن الاول كمش يعني مش كوطن، الوطن هو البلد لا طبعا لا، يعني بالنسبه للطفل اللي بيبدا ما يعرفش يعني ايه وطن، هو ده الانتماء الاول هو صغير. عمنا الكبير الاستاذ حامد عز الدين كان يقول النادي الاهلي وطن في حد ذاته. هو حضرتك لما بتحب بيتك ولما بتحب ناديك وتنتمي اليه تحب بلدك، بلدك ما فيهاش تفكير. واحنا هو النادي الاهلي ما هو دائما بيمثل بلده. فلو طول ما النادي الاهلي بيرتقي هيمثل بلده بصوره راقيه ومحترمه واخلاقيه وكل شيء، والبلد والوطن الاكبر. طيب فمالهاش علاقه انا فين في النادي. انا ليه علاقه ان طول ما النادي موجود انا منتمي. بس برضه انا كنت عضو مجلس اداره وكنت مؤثر ايه علاقتها؟ يعني مفيش حاجة، مفيش منصب يغير حد. يعني حضرتك لو النهارده حضرتك مش في منصب هتفضل احمد شوبير. مظبوط. مش ملهاش علاقة. اما الانتماء، الانتماء مفيش اي حاجة تسقط. الانتماء هو انتماء، واللي مش منتمي بصورة حادة جدا ده مش انتماء بالنسبة لنا. احنا اللي اتربينا في النادي ما نعرفش غير الانتماء الحقيقي. يعني ما بتحسش احيانا انت داخل النادي، طب انا كنت في اوضة المجلس الادارة دي اول امبارح، ايه علاقتها خالص؟ ايه علاقتها خالص؟ خالص يعني الدرجات دي كلكم بالشكل وعلى ده. وعلى فكره اللي عايز مجلس اداره عشان وجاهه، مع كامل احترامي، اللي عايز مجلس اداره عشان هو بيحب النادي ده وعايز يصل لاقصى درجات اتخاذ القرار، ده هو ده الانتماء الحقيقي. لكن انا عشان ابقى عضو مجلس اداره مش ده الموضوع.